دايس العهود وخانها نسلي الخيانة مأمون قالوا لكني مزيف أمانة غدر سياسة يدعي مذهبي الشيعة ولا الرضا عهده ولكنها خديعة يا ويلي دس له سموم أو زلزل أركان الشريعة إلا دس له سموم أو زلزل أركان لجل الرياسة زندق داس الديانة أول بعين قود العنب قطع هنا معا جابه البيت أو بالسياسة يا كلويا واسفى على فراش المرض منهوك خلاه دس له سموم وزلزل أركان الدية وتالي الرجس عجل عليه إبما يرمى شبده قذفها ومردها وبيه الأجلحة نازح غريب الدار لا عزوى ولا أخوى نازح بعيد الدار عن قومه وعن أوطانه